المسألة الثانية، هل هو ميزان واحد أم متعدد؟ الجواب: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والخلاف دائر في داخل دائرة أهل السنة والجماعة. والقول الصحيح أنه واحد بالذات ومتعدد باعتبار الموزونات. القول الصحيح أنه واحد بالذات ومتعدد باعتبار الموزونات. فمتى ما رأيت الله يقول الموازين أو يقول موازينه، فاعرف أنه جمعها باعتبار اختلاف الموزونات فيه. وإذا رأيت الله يقول ونضع الميزان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثقيلتان في الميزان، فاعرف أنه يقصد الذات. فكل دليل يذكر الميزان منفردا فيقصد به ذاته، وكل دليل يخرجه مجموعا فيقصد به ما يوزن فيه. أنتم معي؟ وبذلك تتآلف الأدلة وتجتمع، ولا يكون بينها أي نوع من أنواع التعارض، ولله الحمد. ما رأيك لو أنك دخلت على صاحب دكان يبيع فواكه وخضار، فقلت أعطني كذا وكذا من الفاكهة، فغشك في مكيال البرتقال أو في ميزان البرتقال، وغشك في ميزان الموز، وغشك في ميزان التفاح، وغشك في موازين كثيرة، فتقول أنت، تقول موازينك مختلة يا أخي، موازينك مختلة، مع أن الدكان ليس فيه إلا ميزان واحد، فلما جمعت الموازين؟ لاختلاف الموزونات فيه. فإذا هذا الميزان ستوضع فيه الصلاة، وستوضع فيه الزكاة، وستوضع فيه سائر الأعمال وهي مختلفة، فهي موازين، فهو موازين باعتبار اختلاف الموزونات فيه، وميزان باعتبار ذاته. لعل الأمر واضح إن شاء الله.